مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من نواحي مدينة طنجة وبالضبط من منطقة داليا. إذن لازلنا معكم دائما هنا في هذه المنطقة، كنحاولوا أننا نقربكم شنو وقع فيها بالضبط. قدرنا نكون قبيلة على المزيان العيان إلى آخرين، ولكن بين الأمور الخيبة واللي كتشوه الجمالية ديال هذه المنطقة سيغتو حنا في الصيف، وحنا كنعرفوا هذه المنطقة شحال كتستقطب من واحد بشكل يومي، يعني بشكل يومي. رئيس الجماعة ما عرفناش شنو وقع عليه مؤخرا، جاب واحد الكمية كبيرة ديال الردمة، انتما كتشوفوا من مر المستشار اللي معنا، جا ولاحظ الردمه هنايا في الشاطئ. تخيلوا يعني هاد الشاطئ هادي كان هنايا كان كله رمل، كان الناس كيجيو اللي مثلا جالسين تما كيجيو لهنا يجلسوا كيتغداو هنايا، ولا غادي يدخلوا كان مثلا الباركينغ اللي يدخلوا يباركيو هنا او اللي يجلسوا هنا، ممكن هذا واحد المتنفس ديال المواطنين هنايا. جا هذا رئيس الجماعه ولاح هنايا هاد الردمه كلها. فاليوم معنا ومعكم مستشار جماعي وفاعل حقوقي وجمعوي باش يقربنا اكثر من شنو وقع هنايا. اذا خليكم معنا مشاهدي متابعي قناه شوف تيفي. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم نوفل يونس، مستشار جماعي بجامعه قصر المجاز وفاعل جمعوي وفاعل حقوقي في جامعه قصر المجاز. اليوم كما كيشوفوا المشاهدين معنا وكما لاحظتوا معنا، احنا متواجدين في شاطئ الدليا اللي كيتواجد في جماعه وقياده قصر المجاز اقليم الفحص انجره. شاطئ الدليا اللي معروف تبارك الله عند جميع المواطنين المغاربه وداخل الوطن ولا خارج الوطن. تفاجئنا صراحه هاد الاسابيع الماضيه بارتكاب واحد الجريمه بيئيه في حق رمال شاطئ الدليا، اللي صراحه احنا كهيئه سياسيه وفاعلين سياسيين وحقوقيين وكمجتمع مدني استنكرنا بشده هذا الفعل الشنيع اللي سقام في حق رمال شاطئ الدليا. كما شفتوا معنا، ها هي امامكم الردمه، جابوا الردمه وغطوا بها الرمال ديال شاطئ الدليا اللي كيف كتلاحظوا معنا، اللي كنعتبروا احنا واحد جريمه بيئيه ارتكبت في الرمال ديال شاطئ الدليا اللي كتعتبر الرمال الذهبيه. شاطئ الدليا اللي كيضربوا الناس به المثل كما قلنا داخل الوطن ولا خارج ارض الوطن، الحاصل على اللواء الازرق للمره التاسعه على التوالي، اللي الصراحه العامل صاحب الجلاله عامل اقليم فحص انجره كيسهر بنفسه على الشواطئ ديال الاقليم باش تكون جميله وتكون يجبروا الراحه المصطفين وتكون لا من النظافه ديالهم ولا من الناحيه يعني اللي كترتاح المصطفين كامله، ونجيو حنا ونضربوا له هذه المجهودات هذه ديالو كامله في الزيرو. كذلك مؤسسه طنجه المتوسط اللي كتخسر اموال طائله على هذا الشاطئ باش يكون في غايه الروعه والجماليه ديالو، ويجيو المصطفين ويلقاو جميع الاماكن متوفره للهم، ونجيو حنا ونرتكبوا هذه الجريمه هذه بيئيه اللي صراحه نحن كنستنكروها بشده. كما قلت لكم هاد المسؤولين هادو عن جماعه قصر المجاز اللي انا عضو فيها، صراحه انا خروس كنستنكر لان حنا خصنا نكونوا صديق البيئه، حنا خصنا بالعكس خصنا الامور البيئيه نزيدوا نحافظوا عليها ونزيدوا نضيفوا لها شي اضافات اخرى باش نحافظوا على الرونق ديال الشاطئ. كما كتشوفوا معنا انتم الردمه مخويه، النباتات اللي كيكونوا لديك الحيتات اللي كيكونوا في الرمال هادو راه هنا كاملين، هاد الاسباس هذا كامل كانوا، ولكن الصراحه ما فهمتش بطبيعة الحال كان كيستغل المواطنين. كما كتشوفوا هنا واحد الأشجار كانوا هنا تبارك الله، كيجيو ناس عائلات بوليداتهم كيجلسوا كيجبروا الراحة ديالهم، تضل العائلات محترمة كيستمتعوا بالأوقات ديالهم الجميلة، ولكن فإذا به كنتفاجئوا بهذا الفعل هذا اللي صراحة كيحز في الأنفس ديالنا، لأن حنا قبل ما نكونوا مسؤولين تربينا هنا، لان احنا اولاد المنطقه، احنا اولاد البلاد، فهمتي، احنا اولاد المنطقه تربينا احنا، ملي فتحنا العينين ديالنا جبرنا راسنا كنوضوا من النعاس في الصباح
كنجيو لهنا كنشمشو هنا كنعومو هنا قبل ما نكونوا لا مسؤولين ولا هذا، كنا باقيين صغارين كنجيو. اذا عندنا واحد الغيره على الشاطئ ديالنا، عندنا الغيره على الاماكن بحال هكذا، خصنا نحافظوا عليها، خصنا حنا نضيفوا لها الاضافات. ولكن مع الاسف تفاجئنا بهذه الجريمه البيئيه اللي وقعت صراحه في هذا الرمال ديال الشاطئ الدليه. كنتمناو يتدخلوا المسؤولين والجهات المعنيه باش يحاولوا بعدا غير يحيدوا بعدا هذا الردمه من فوق الرمال ديال الشاطئ، ويردوا الامور كما كانت بعدا من قبل، باش نحاولوا حنا كساكنه كفاعليه مجتمع مدني ولا حقوقي ولا سياسي، نجيو ديك الساعه ونغرسوا ديك النباتات اللي كانوا هنا، نحيوهم مره اخرى باش ان شاء الله تمشي الامور كما خصنا نشوفوها ونحافظوا على الجماليه الشاطئ. الردمه تلاحت في الايام ديال العيد، الايام ديال في العيد الكبير، تم استغلال العطله ديال العيد الكبير وتلاحت هذه الردمه هنا. وكاين شهود 26 26 في شهر 6، 26 في شهر 6 جاوا وعملوا هذا التراب هذا هنايا. هذا ما كيتعتبرش تراب، هذا كيتعتبر ردمه، هذو مواد البناء كيميائيه خطيره، كاين الحديد هنا، كاين الحجار، كاين الكياس. هذه الردمه كما كتعرفوا وكيعرف الجميع عند الاماكن ديالها خاصه اللي كترتمى فيها، فهمتي؟ حنا ما غنجيوش وغنرميوها في الشاطئ، فهمتي؟ لان هذه ردمه عند الاماكن ديالها، البلايص ديالها خاصين اللي كيترتموا فيها. والصراحه حنا استنكرنا هذا الشيء. انتم يعني بالمكانه ديالكم كمستشار فاعلين سياسيين حقوقيين جمعويين هنا في المنطقه، شنو الاجراء ربما واستخدمتوا شي اجراء في هذا الشيء هذا؟ بطبيعه الحال اتخذنا جميع الاجراءات، راسلنا مؤسسات محمد السادس لحمايه البيئه، يعني جمعنا خدينا جميع، عملنا جميع اللي خصو يدار، وان شاء الله راه باقي غادي غنصعدوا وغنقوموا بجميع الاجراءات باش لعل وعسى يتحيد هذا الشيء هذا مره اخرى وترجع، هي ما غاترجعش للطبيعه ديالها، ولكن كوميم بعدا يرجع غير واحد 50% على اللي كان هذا الشيء هذا، هذا الشيء اللي كاين. وكما قلت لكم احنا 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 كمسؤولين على جامعه قاسم المعجز ولا هذا، كنشكروا عامل صاحب الجلاله ديال الاقليم فحص أنجرة اللي كيشرف على الشواطئ، وخصوصا شاطئ الدليل اللي كما قلت لكم قبيله على الحاصل على اللواء الازرق المره التاسعه على التوالي، ومؤسسه طنجه المتوسط، وهذا الشيء اللي غنقوله وشكرا.